خطوة جديدة للطلاب السعوديين في أمريكا وتحديداً اللي بيدرسوا في جامعة هارفارد المرموقة في كامبريدج ماساتشوستس. فلأول مرة تم تأسيس نادي للطلاب السعوديين في الجامعة. هذا النادي السعودي في هارفارد أعلن على موقعه الرسمي على تويتر الخبر اللي لاقى ردود فعل بتهنئ الطلاب وبتعبر عن الفخر فيهم. وهذه صورة كمان جماعية للطلبة السعوديين مرفقة مع التغريدة الافتتاحية لحساب النادي على تويتر. وما مرت ساعات على تدشين الحساب حتى أعلن النادي في تغريدة أخرى عن أول فعالياته، وهي محاضرة بعنوان العربية في الحداثة قدمها طالب الأنثروبولوجيا ماجد الدوحان، تحدث فيها حول مفاهيم وتطبيقات الحداثة في السعودية في العمران والتخطيط خلال الخمسينيات والستينيات الميلادية. وللحديث أكثر عن نادي الطلاب السعوديين في هارفارد ينضم إلينا مؤسسه الطالب السعودي في جامعة هارفارد سلطان الثاري. أهلا فيك معنا سلطان، إذا ممكن تحكي لنا كيف بدأت معاك فكرة إنشاء هذا النادي. أهلا وسهلا فيك سارة، أحب أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين وأشكركم على الاستضافة. أول حاجة أوضح نقطة، أنه فكرة إنشاء نادي سعودي في جامعة غربية فكرة جديدة وسبقني فيها كثير من زملاء سعوديين في مختلف الجامعات العالمية. الجديد هو إنشاء نادي سعودي في جامعة مرموقة مثل هارفارد. لما كنت في الجامعة نفسها صراحة يعني أسعدني وافتخرت بوجود نخبة من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات وفي المراحل الأكاديمية، لكن فوجئت بغياب منظومة أو نادي طلابي يحتوي ويعزز ويدعم من نشاطهم الثقافي والاجتماعي، فهذا كان الدافع الرئيسي لتشكيل نادي السعودي. كم عددكم سلطان؟ هناك في 33 سعودي سعودية في الجامعة، لكن العضوية في النادي وانك تكون عضو مو مقتصر على طلاب هارفارد، وانما نقدم الدعوة لكل من في المنطقة انهم يساعدونا ويدعمونا. نعم، وممكن يعني حتى من مختلف الجامعات، وممكن تعملوا مناسبات مفتوحة للجميع حتى من غير الطلاب. بالضبط بالعكس، يعني احنا نبغى نكون بيئة حاضنة للجميع ونقدم الدعوة لكل من في المنطقة انهم بالعكس يساعدونا ويدعمونا بصوت السعودي الشاب الطموح. حلو، انشاء هذا النوع من النوادي هل يحتاج اذن من الجامعة؟ هل في شروط معينة تفرضها الجامعة؟ بكل تأكيد إنشاء نادي سعودي في جامعة مثل هارفارد لا يتم بشكل تلقائي أو عشوائي، وإنما تطلب خطوات معينة وخطوات قبل التقديم أو شروط قبل التقديم بالأحرى. الشرط الأول أن يكون هناك اهتمام مبدئي مكون من 20 طالب أو طالبة، وأن يكون هذا الاهتمام مشكل أو متنوع من الناحية الأكاديمية، حيث أنه يشمل تخصصات الهندسة والطب والسياسة إلى آخره. هذا يشكل بالعكس قوة النادي، يمثل مراحل وأكاديمية مختلفة في الجامعة. والحمد لله استفينا هذا الشرط، وبعدها كان في طلب إنشاء نادي ومرفق مع طلب خطاب دعم من الجامعة نفسها، بالإضافة إلى عرض شفوي قدمناه إلى مكتب العميد أو Office of the Provost، شرحنا فيه أهمية النادي دوره في الحرم الجامعي. حلو جميل، الآن خلاص عملتوا النادي وشفنا أنكم أنتم مثلا بدأتوا بمحاضرة يعني مرتبطة بالحداثة والسعودية وما إلى ذلك، إيش خططكم المستقبلية؟ هل اجتمعتم وحطيتوا كده خطة؟ حطينا خطة، لكن إحنا في المرحلة الأولى يعني أهم فكرة عندنا أنه نمثل الصوت السعودي في جامعة مرموقة مثل هارفارد على أكمل وجه، ونمثل صورة وطننا بشكل مشرف يعكس طموح الوطن والمواطن والقيادة الذي بكل تأكيد يعانق على السماء. إيه بس الآن مثلا أنتم حتحرصوا أنكم تقوموا بمحاضرات ولا في فعاليات أخرى أيضا في بالكم؟ والله الوقت داهمنا لأنه الترم قارب على النهاية، لكن من الآن هناك تخطيط جاد للسنة القادمة من ناحية أنشطة ثقافية، اجتماعية، تعليمية وأيضا أكاديمية. نعم جميل، أنت الآن سلطان يعني في وسط أكاديمي يعني وفي واحدة من أكثر جامعات العالم يعني المرموقة يعني ومن أهمها، هل بتشعر أنه في مثلا صورة نمطية مثلا عن السعودية؟ هل تشعر أنه في أفكار معينة عن السعودية؟ كيف بتشوف؟
اعتقد انه كل طالب وطالبه سعوديه في امريكا يواجهون المسؤوليه الاكبر انهم يمثلون الوطن بصورتها الحقيقيه، صورتها اللي هي تعكس طموح جديد، اللي يعكس جيل الرؤيه. فاعتقد انه نعم علينا مسؤوليه كبيره، وانا متاكد 100% ان احنا قدها باذن الله. اي طب بس تحكي لي سريعا سلطان، انت ايش بطبيعه دراستك؟ انا بشكل رئيسي مهتم بالشان السياسي، وبناء على ذلك الحمد لله اكملت مرحله بكالوريوس في كليه بوسطن زي ما انت عارفه. والان انا في مرحله ماجستير في دراسات الشرق الاوسط. وطموحي الشخصي للامانه كطموح معظم بنات وابناء وطننا الغالي هو انه نكون العنصر الاهم في تحقيق رؤيه وطننا، وايضا انه نترجم احلامنا وطموحنا الى واقع ملموس. واحب ابشرك اختصاره انه هذا الشيء راح يحصل في قريب العاجل باذن الله. ان شاء الله. طيب اخذت خط بعيد تماما عن الوالده، يعني الوالده الدكتوره خوله الكريعي يعني باحثه وعالمه في مجال الطب، فانت مره مختلف يعني. احب امسي عليها بالخير اول شيء واقول لها اني مشتاق لها. ويعني الوالده قبل ما اني فخور بان ابنها، انا فخور بانها نموذج مشرف للمراه السعوديه في علمها واخلاصها لوطنها ولعملها. لكن بالعكس الوالده كانت تشجعني على اني اتبع الشغف اللي انا اشعر فيه، واكيد يعني صار عندي حسيت بميول سياسيه اكثر، وشجعتني الوالده بشكل يعني ما اقدر اوفي حقها الامان. طيب جميل جدا، وعلى هذه النقطة الجميلة والتحية طبعا للدكتورة خولة أكيد بنشكرك كمان على هذه المداخلة، وبتمنى لك التوفيق. كان معنا الطالب السعودي في جامعة هارفارد سلطان الثاني، شكرا لك.